مشاهدي ومشاهدي في البول، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج 1 on 1. معانا النهارده واحد من الحراس الواعدين واللي قدر يثبت خلال فتره قصيره في مباراه الدوري المصري انه حارس مميز ليخطف انظار كبار الانديه في الدوري المصري. معانا النهارده محمد سعيد شيكا، حارس مرمى نادي فاركو. اهلا بيك يا شيكا، منورنا ومشرفنا في موقع في البول. اهلا بيك يا عجدي، واهلا بكل الناس اللي متابعينا، وشرف كبير كده ان انا ابقى موجود النهارده معاك. في البداية كده بقى، ايه سبب اسم شيكا؟ بص، هي الفكرة الاسم جاء من كابتن شيكا، لان لما انا كنت صغير في النادي شيكابالا ولا اخو الكبير، وبعد كده لما هو ظهر طبعا الاباتشي بدأت بقى يثبت خلاص، هو انت شبه اخو الصغير وشبه الكبير، فخلاص انت. فكنت صغير طلع بقى مدرب حراس قال لي بص انت شبه شيكا وبتاع، فمش عارف هو عشان انا بقى في جونه والتاني حريف، بس ثبت معايا بقى من ساعتها. دلوقتي بقى مسيره شيكا، عايزين نعرف المسيره. كنت انا بنشوف ان شيكا بدا في الاولمبي، بعد كده سبورتنج، بعد كده فاركو، بعد كده عرض جمهوريه شبين، بعد كده رجعت تاني فاركو. انا بدات اختبارات عادي، رحت اختبارات في النادي الاولمبي فاتقبلت ودخلت، قعدت معاهم 3 سنين، بعد كده مشيت زي ظروف اي كوره يعني، كان المدرب مش مقتنع. زي ده، هم في الدرجه كام، ثالثه ولا لا؟ كنت صغير، كنت لسه لو ناشئين يعني. يعني كان هم تقريبا ساعتها في دوري ممتاز كمان، ودوري ممتاز يعني تقريبا سنه الصعود بتاعتهم في دوري ممتاز هو 2005 2006 في الحدود دي، وقعدت معاهم 3 سنين. بعد كده مشيت رحت نادي سبورتنج، قعدت بقى فتره كبيره في نادي، قعدت 6 سنين تقريبا. حلو. في خلال ال6 سنين ده بقى بدات بقى في المرحله بتاعتي، وبعد كده لعبت مع المراحل الاكبر ولعبت درجة رابعة ودرجة تالتة، فصعدت معهم من الدرجة الرابعة للدرجة التالتة، ولعبت معهم في الدرجة التالتة 2 سنين. أبرز المشاكل اللي واجهتك في الدوري الدرجة الرابعة، يعني أنت كده دلوقتي لعبت رابعة وتالتة. لا الموضوع كبير، وتانية ودوري ممتاز. إيه الفرق بقى بينهم؟ لا في فرق كبير. بص أنا لغاية دلوقتي برضه مقتنع بحتة اللي أنت كل ما بتنزل درجات لتحت كل ما الكورة بتبقى أصعب. كورة أصعب؟ أصعب. معنى؟ بالعكس، أنت يعني الدرجة الرابعة دي انت لازم تكون واخد كاتة كاراتيه مثلا وانت داخل تلعب، لان الموضوع بيبقى صعب. هو مزيج بين الكرة بقى وفنون قتالية، يعني انت بتلعب بس لما لعب بتبقى كويسة، اغلبية الملاعب يعني مش كويسة. يعني مثلا ممكن نقول الماتش مجمله هيبقى فيه يعني 15 دقيقة هما كورة، الباقي كرة 15 دقيقة كورة 15 يعني 15 دقيقة ممكن ايه هتلاقي فرق بتمسك. هو دلوقتي طبعا عن ايام ما انا لعبت في الدرجه الرابعه اكيد الكره اتطورت، يعني اكيد في بقى ملاعب والناس بدات تحسن حاجات كتير، انما لما انا كنت موجود كنت صغير تقريبا في حدود 16 سنه. ابرز موقف صعب اتعرضت ليه في الدوري الدرجه الرابعه؟ ضرب. انا خدت ضرب في الدرجه الرابعه. ضرب؟ والله. ضرب من ايه بالظبط؟ في اي بص اي كوره عاليه انت ما بتفهمش ايه اللي بيحصل، بس هي انت طالع مثلا زي قلت ايه شيكا وطالع انت ما بتفهمش هي يعني، لا بتاكل ضرب. يعني انا في مره افتكر انا روحت كان وشي كله وارم. وشك وارم؟ ما هي بص كره تلعب ثرو باس كده، فانا طلعت ورا الناس وشيكا ورحت نازل على الارض. انا نزلت هم سابوا الكوره، هم شاطوني انا فاهم كده بقى. انا روحت استرزات الجزم معلمه هنا في وشي كده كلها، فهم اصلا في البيت. طب الحكم فين؟ كان موجود. ما هي كوره مشتركه ثم بيبقى في عفره، انا قمت بالكوره خلاص وكله مشي، يعني مين بقى اللي ضرب محدش يعرف. فلا يعني كان بيبقى مراحل صعبه، بس انا بقول لك برضو اكيد الكره دلوقتي تحت اتطورت، يعني اكيد في ملاعب كتير. وهقول لك على حاجه، في الدرجه الرابعه والثالثه في انديه جماهيريه كتير، يعني انت ممكن تتصدم تروح تلعب ماتش درجه رابعه او درجه ثالثه، ايه يا جماعه ده يعني الفرقه دي ليها جماهير وناس واقفه بتتفرج وناس كتير حاضره الماتش، ناس بتحب الكوره. بالظبط، هم يعني الناس دي اغلبيتها بيبقوا ناس غلابه، هو بيحب الكوره للكوره، يعني بيحب الكره المتعه. انت مش جاي مثلا هتتفرج على ماتش درجه رابعه انت مش مستني حاجه من اللعيب، انت مستني بس ان انت تروح فرحان وتبقى مبسوط عن طريق ماتش هيقعد 90 دقيقه. انت بتحب النادي دوت، بتحب في انديه كتير طبعا باسم بلاد وكوره وحاجات من كده، فالناس دي بتفرح من اقل حاجه لدرجه ان في يعني جون يكسبك يكسبهم ماتش يروحوا فرحانين. دايما في اخبار الدرجه الرابعه والثالثه بيبقى بيحصل مشاكل في خناقات وضرب بين الجماهير والنادي اللي بيبقى موجود في ارض النادي الثاني. حصل موقف زي ده كده معاك في الدرجه الثانيه؟ لا الثالثه ممكن كتير. لا كتير يعني،
اقسم بالله احنا في ماتشات كنا بنروح عارف انت يقول لك انت اروح خد كفنك انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل انت رايح الماتش. في ماتش انا افتكره كان حصل مشكله كده في الملعب بين السيرد باك بتاعنا كان الهاف كنا ساعتها بنلعب درجه ثالثه مع سبورتنج فاحنا كان معانا هاف حصلت مشكله بينه وبين عادي زي اي مشكله بتحصل في الملعب اللي هو انا بشدك وانت بتشدني وبغلط فيكم فطبعا ما فيش تصوير ولا في حاجه فحصلت مشكله هو تقريبا عمل حاجه ضايقه جامد فالهاف بتاعنا راح لافف هو تقريبا ضربه يعني الهاف بتاعنا فالحكم شاف راح جاري طرده حلو طردوا احنا بنلعب تقريبا ناقصين من الدقيقه الثالثه او الرابعه كان في اول ماتش خالص وما بنطلعش من 18 طلعنا جبنا جون الدنيا بقى اتقلبت يعني احنا مطرود مننا واحد وانت مزعل واحد من الفرقه الثانيه في واحد متضايق والدنيا بايظه انا بقى ضحكت امتى لما هو اللعيب ده اتغير يعني اللعيب ده لما اتغير اللي هو حصلت معاه المشكله طبعا احنا لعبنا اتطرد قعد على الدكه مخبيين على الدكه مخبيين عادي يعني مفيش مشكله ما بيطلعش بره فاللعيب بقى اللي حصلت معاه المشكله ده السيرد باك اتطرد هو ما راحش يعني هو راح طلع جري على الاوضه جاب شومه وقف بره الملعب شومه يعني واقف كده على جنب كده بجد والله انا بصيت كده يا هو بيهزر ولا والناس بقى فاهم ايه سابوا الملعب والجماهير خلاص ومش عارف ايه وبتاع هم ما ارتاحوش غير لما احنا خسرنا يعني لما خسرنا راحوا شايلينه خلاص بقى احنا خدنا العيال خش جوه فلا ده موقف من المواقف دي غير بقى عدي كده في مواقف كتير بقى حاجات شبيهه لكده في الدرجه الثالثه كان على ايام يعني كان كده اكيد دلوقتي برضه انا بقول لك الكلام ده يعني ممكن نقول مثلا في حدود 6-7 سنين فاتوا تمام فاكيد دلوقتي اتطورت اكيد دايما في نغمه بتتقال ان في لعيبه في الدوري المصري ما بتعرفش تلعب وفي لعيبه من الدوري الدرجه الثانيه او الثالثه بيبقوا افضل من اللي موجودين في الدوري الممتاز المقوله دي صحيحه ولا بص يعني انا لعبت في درجه رابعه وثالثه وثانيه ودوري ممتاز حيل فلا هو فيه بس في ايه بقى في لا انا في لعيبه تحت بتبقى جامده جدا حلو جامده انا هقول لك على حاجه ابسط مثال كان زيك انا وزيكو لعبنا مع بعض في الممتاز زيكو اللي هو دلوقتي بيلعب في نادي زد بالظبط فاهم واحد يعني يعتبر من نجوم الدوري يعني انا وهو كنا مع بعض في الدرجه الثانيه ففي لا في لعيبه تحت كتير انت يعني دلوقتي تقريبا اغلبيه الانديه اتجهت اللي هي تشتري من تحت انما في لعيبه في الدوري ممتاز ما بتعرفش تلعب لا يعني ما حدش هيوصل للمكانه دي وهو ابيض طب انت مش حاسس ان كواليتي اللعيبه نفسها اصلا عموما في الدوري بقى قليل انت لو هتقارن الدوري بالجيل بالاجيال اللي انا شفتها وانا صغير انت ممكن تقول احنا كنا ما بنعرفش نلعب يعني حتى ممكن طلعنا كلنا بره الملعب لان هو كل جيل كان ليه وقت او كل جيل بيبقى ليه مزايا وده الطبيعي في الكوره تطورات الكوره وتطورات الاجيال طبيعي ان انت هو افضل وتطور لا تطور الريتم اللعب تطور فكر اللعيبه تطور المينتاليتي عموما في الملعب لا في حاجات كتيره اتغيرت ساعدت بقى مع العوامل دي يعني دلوقتي انا ممكن اجيب لك لعيب مهاري جدا مهاري بص يعني زي ما بيقولوا كده احنا ايه بيخبي كوره بس نزله في الملعب في وسط دلوقتي العامل البدني بيفرق زمان انا كان ممكن اجيب اللعيب ده وهيبقى نجم بتدي له الكوره هو بيلم وبيجيب جون وخلص دلوقتي لا مش لو انت مش هتدافع زي ما انت بتهاجم انت مش هستفاد منك حاجه يعني انا مش هستفاد مثلا من لعيب موجود في الملعب انا بدي له الكوره وهو بيساعد بيوجد لي حلول ومش عارف ايه بس هو ما بيفيدنيش في العمليه الدفاعيه فانت كده بتلعب 9 او 10 زيد بقى على كده انت ممكن معاك 3 4 لعيبه كده معاك هافين كده معاك فيروت كده فكل اللعيبه دي طالما انت مش بتأدي بالشكل الهجومي زي الدفاعي فخلاص انت هتريح خلال تواجدك برضو في الدوري الدرجة الرابعة والتالتة هل كان في تلاعب في النتائج فعلا وكان في أندية بتسيب مباريات والكلام ده ولا ما افتكرش حاجة زي كده هو يعني أقصى حاجة ممكن تحصل إلا مثلا النادي يقول لك إيه أنا حاطط لك مكافأة بس هو يعني أنت كنادي مثلا يعني سي مثلا فرقتين بيلعبوا بعض أنا مثلا محتاج الفرقة دي تكسب فهو ممكن النادي يقول لك أنا حاطط لكم مكافأة بيكلم اللعيبه يعني نفسها او مش النادي يعني مثلا يعني مثلا سي انا لعيب جامد ممكن تلاقي مثلا حد يكلمني البص ان شاء الله اكسب الماتش ده وانا هديك مكافاه من عندي انا لوحدي حلو بس انما ما فيش حد مثلا هيقول لك ايه سيب الماتش وخد فلوس اولا ما حدش هيرضى كده واللي يرضى بكده يبقى ده شخص مريض تمام يعني لو حد كلمني وقال لي مثلا سيب الماتش وانا هدي لك فلوس ده شخص مريض اكيد انا ساعتها هيلاقي مني رد فعل بس ده ممكن يحصل في الدوري الممتاز
لا لا برضو ما كمان انا هنا ما حضرتش في الحلقه حلقه من الحلقات كابتريو الفيرو الاولمبي بالظبط اه الاولمبي كان بيتكلم ان هو هما بيلعبوا غزل المحله كان مسيره اتصالات كان حد كلم كان كابتن تامر النحاس وكيل لاعبين كان تواصل مع قائد الفريق عندهم او احد اللاعبين تمام ولو كسبته احنا هيبقى في مكافاه لا ما لو كسبته يعني انتوا كسبوا والفرقه دي وانا هديكم مكافاه بالظبط اه ماشي ده شيء ممكن يحصل تحت عادي اصلا دلوقتي لا بقول يحصل حصل في انما هنا. مش حدش هيكلمك مثلا ايه اللي هو خد فلوس سيب من الماتش ده لا تمام انت كده شخص انت ممكن يعني تقول ايه انا هديهم دافع انتوا يا جماعه يعني انا هقول لك على انت ساعات في ماتشات بتبقى تحت يعني بدون ذكر مثلا نقول فرقه امكانياتها ضعيفه جدا وعندهم لعيبه كويسه يجوا مثلا يلعبوا فرقه جامده بتنافس على صعود فهو مثلا الفرقه دي مفيش حاجه في ايده لو كسب ممكن مثلا كل واحد ياخد منهم 200 جنيه ولا حاجه فلو جه حد قال لهم بصوا ان شاء الله ربنا يكرمكم وشدوا حيلكم الماتش ده وانا هديكم كل واحد مثلا مكافاه هزود لكم 200 جنيه هيبقوا 400 اللعيبه اكيد يعني حافز فهمت قصدك انت حاطط حافز من بره ما هو سي مثلا مش شرط مثلا رئيس النادي ممكن اي حد يجي واحد من مجلس الاداره يقول لك العب والماتش ده انا هديك مكافئته وبتاع بس انما اللي حد هيجي يقول لك سيب الماتش ده وانا هديك فلوس ده شخص مريض تمام ندخل بقى على خطوه فاركو الموسم الحالي فاركو موجود في مؤخره الجدول نتائج مش افضل شيء ايه السبب تذبذب النتائج بس خليني اقول لك في الاول برضو كمنظومه فاركو فانا واحد من الناس بعتبرها منظومه ناجحه انا عشت مع النادي تقريبا يعني هم اشتروني لما انا كنت في الدرجه الثالثه وصعد ممتاز به فانا رحت معاهم فانا حضرت في الغالب مثلا ايه كل الاجيال اللي دخلت النادي وكل كل حركه او كل خطوه كان النادي بياخدها فهو النادي من اول يوم اتوجد فهو حاطط هدف اللي هو يوصل دوري ممتاز وصوله دوري ممتاز فده نجاح للمنظومه ذات نفسها بدايه طبعا من مستر عز وكل الناس في مجلس الاداره ومستر جون والاداريين بالجهاز الطبي بكابتن عاطف هي منظومه ناجحه من اول يوم يعني اتولدت فيه النقطه الثانيه انت بتقول لي ان وجودنا في الجدول في المركز ده يعني بص يعني انا شايف ان وجودنا في المركز ده مش هيطول احنا هنطلع من المركز ده يعني نتجمع تاني وهيبقى ساعتها في مركز كويس وهقعد معاك نفس القعد ان شاء الله فوجودنا في المركز ده بس ممكن ظروف معينه مرينا بيها هو ايه السبب يعني انت شايف السبب ايه يعني هو برضه الفرقه في اكتر مدير فني اتغير او بسبب ان مفيش تدعيمات ولا ايه اللي حصل هو اكيد تغييرات المدير الفني اكيد يعني انت مثلا لما بيبقى معاك مدير فني خلاص اتعودت على سيستم لعب بعد كده يتغير بس خلينا برضه نرجع للنقطه اللي هي ايه هو عدم توفيق احنا بنعمل ماتشات كويسه جدا 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 بس غير موفقين احنا قعدنا فتره يعني كان ممكن الجوان اللي بتيجي فينا هي احنا اللي بنحطها بنفسنا يعني ازاي بقى ما تعرفش يعني واحد رفع كوره مثلا حد جه قلشت هو مش عايز يقلش هو مش عايز يحط الكوره فينا بس هي خلاص هي حظه كده زي ما ممكن انت مثلا تاخد ماتشات وانت مش ليدر فيها انت مش كويس فيها اصلا بس تعبت شويه اجتهدت ربنا وفقك خلص خدت الماتش رغم انخفاض مستوى فاركو شيكا كان يعني يعتبر من ابرز اللاعبين الموجودين في فاركو الموسم ده انا هقول لك على سبب ممكن مثلا مش انا بس بعمله في ناس كتير قوي بتعمله اولا طبعا اللي انت تبقى راضي بكل حاجه انت بتوصل لها فانا من اول ما بدات كوره فانا راضي بكل حاجه يعني الحمد لله انا راضي بكل حاجه وصلت لها سواء بقى كنت جات فترات كنت ببعد جدا بقرب جدا سبت الكوره فتره وربنا كرمني ورجعت تاني اهم حاجه ان انت بتكمل على طول ما بتقفش يعني احنا السنه دي ممكن احنا مش موفقين فلو انت فكرت لا احنا مش موفقين فانت خلاص بقى تمرنش ما هي كده مش ماشيه هي ما بتتحسبش كده بتتحسب ان انت بتجتهد وبتسعى وعندك يقين ان انت هتوصل لحاجه كويسه حاطط اهداف في حياتك هتوصلها توصلها فطبعا مع بقى الجهاز الفني وجود المدرب معانا مدرب اجنبي محترم جدا شخصيه كويسه جدا الكباتن اللي انا اتمرنت معاه قبل كده كل دي خبرات انت بتستفيد منها فالحاجات دي كلها بتساعدك في كل ماتش انت بتتعلم من كل واحد بتقابله من المدربين بتبتدي تجمع الافكار بتاعتك وانت نازل ماتش بفتكر كل حاجه المدرب قالها لي كل مدرب فيهم يعني تنزل بقى توفيق ربنا طبعا بتلاقي المواضيع احسن من كده بكتير كنت بتتكلم ان انت سبت الكره فتره بس هي فتره كنت انا خلصت بقى التعليم ودخلت جيش فانا سنه ساعات خدمه عسكريه زي اي حد
فدخلت قعدت بقى فتره يعني قعدت سنه في الجيش كنت ضغط فيها. ما رحتش نادي تبع الجيش، كنت لا داخل الجيش اللي هو جيش. لا ما عرفتش لا يعني كنت لسه برضو في ما لعبتش كتير وكان اسمي برضو الناس كتير ما تعرفوش. دخلت الجيش قعدت سنه بقى يعني سنه. انا كنت برضو يعني دي حاجه من الحاجات انا بقول لك اللي هي فيها رضا شويه. انا لما دخلت الجيش قعدت سنه انا ما بلعبش في حته. اه كان فاركم ايديني وكانوا بيحاولوا اللي هم يعني فاركم ما قدرش ان هو يديك اي نادي تبع الجيش مثلا. ما لا ما قدرش يعني معرفة. فانا دخلت بقى خلاص انا امر واقع، انا اتحطيت في امر واقع لازم السنه دي انت هتخدمه. فانا دخلت خدمت في الجيش، كنت بنزل كل مثلا شهر بقعد باخد اجازه مثلا 6 ايام. 6 ايام دي انا كنت بروح اقعد مثلا اشوف اهلي يومين واربع ايام مع الفرقه. لدرجة اللي كان في مثلا في لعيب معايا يا ابني تتمرن ليه؟ فبقول له انا بتمرنش لنفسي، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل بكره، بس اعرف اللي انا بعمله دلوقتي ده ممكن ينجحني بكره. بتمرن وباخش مع الفرقه وزي زيهم وكل حاجه، بس ارجع تاني اكمل هناك شهر او شهر ونص على حسب الاجازه كانت بتيجي امتى، وانزل اعيد نفس الموضوع تاني. حتى هناك كنت بتمرن يعني، حتى هناك طبعا في تمارين في الجيش كان بيتعمل. طبعا في الجيش دخلت معاهم بطولات كده برضه، حاجات اللي هي الضحيه والحاجات دي. مشيت حالك يعني. يعني فاهم، تحاول بقى تمشي من جنبين يعني. كنت مثلا لما اجي حتى اصلي اقول انا راضي، انا راضي باللي هيحصل يعني، انا ما اعرفش ايه اللي هيحصل بكره يعني. انا ساعتها انا ما افتكرش ان انا كنت العب دوري ممتاز يعني، ما اعرفش ان انا هرجع وحياتي هتمشي اللي انا هلعب وهصعد مع فاركو وهلعب دوري ممتاز. بس انا كنت بسعى للي انا ابقى احسن وراضي بكل حاجه حصلت يعني. دخلت الجيش خلاص انا رضيت، ما انا مش هقعد بقى ازاي وانا بطلت لا خلاص انت دلوقتي امر واقع امشي فيه. طموحك توقف فاركو ولا لسه نفسك تروح نادي ابو؟ لا لا لا، انت بص ما فيش انسان ينفع طموحه يتوقف عند حاجه يعني. انت دلوقتي دايما بتسعى لتبقى احسن. انا عايز ابقى احسن من امبارح يعني، احسن عن امبارح، احسن عن بكره. فما فيش طموح بيتوقف، بالعكس انا ان شاء الله ربنا يكرمنا والسنه دي تبقى سنه خير وابقى متواجد في المنتخب يعني، حاجه مش بعيده. متواجد في المنتخب طبعا. السنه اللي فاتت انا كنت عامل ارقام كويسه. شايف انك مظلوم اللي انت ما فيش حد بيشوفك في المنتخب؟ يعني مش هقول مظلوم، بس يعني اتوقع ان شاء الله يبقى ليا دور يعني، ان شاء الله يبقى ليا دور في ان انا ابقى موجود على الاقل في فتره من الفترات يعني. شايف انك تستحق مثلا معسكر الماضي مع كابتن حسام حسن تكون موجود؟ بس انا مش هقول لك انا استحق، بس انت بتسعى فانت برضه في نفس الوقت انت بتبص على الـ على الـ على اللي حواليك، فلا انت ماشي كويس. طب انت شايف اللي كان موجود اخر معسكر كان ابو جبل، مصطفى شوبير، عواد، ومهدي سليمان، شايف انك قريب من مستوى حد فيهم او افضل من مستوى حد فيهم؟ بص انا مش هقول لك انا قريب يعني، انا ما ينفعش مثلا اجي اقول لك ايه انا مستوى زي فلان. لا، هو كل واحد فينا ليه مميزات وله عيوب. فانت الفكره لو نيجي حسبناها ارقام مثلا السنه اللي فاتت، فلا انا كانت ارقامي كويس. السنه دي احنا في دروب، بس يعني ممكن تتابع الماتشات الحمد لله ماشي بشكل كويس. اغلبيه الاهداف حاجات يعني انت مش عارف يعني مالكش يد فيها او بتحاول عليها، بس هي خلاص حاجه صعبه يعني. فلا ان شاء الله يعني قريب. شايف لو انت في نادي جماهيري تروح المنتخب؟ دي بص، وجودك في الانديه الجماهيريه بيأثر عليك مسافات كتير يعني. ممكن مثلا انا لما كنت في جمهوريه شبين نادي درجه تانية، بس انا اتعرفت اكتر ما انا كنت معروف في فاركو في الدرجه التانية. الانديه الجماهيريه هي انت بتقابل ناس هي بتحب الكوره للكوره، فهو مجرد اللي بيشوف حد كويس هو بيمشي يعمل له زي دعايه كده من غير اي حاجه يعني. الدرجه التانيه ما كانتش متصوره قوي ساعتها برضه، بس لا الناس بدات يعني. انا كنت ماشي في المنوفيه احس ان انا كابتن عصام الحضري يعني، ايش يقول الناس كابتن عصام معاكم، وهم ناس محترمين جدا وانا بعتز بالسنه دي جدا جدا يعني. فكان سنه ليها فضل عليا. خلال فتره تواجدك مع فاركو كان متواجد محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك. خلال الفتره دي كان محمد صبحي بيلعب اساسي، على كده كنت احتياطي. كنت شايف الفترة دي ازاي؟ ازاي من انه اتجاه؟ اللي انت قاعد احتياطي الصبح، كنت شايف اللي انت تستحق اللي انت تكون احتياطي؟ خاصة ان بعد رحيل صبحي ما فيش حارس جه الفرق. مش هقول لك تستحق او ما تستحقش. يعني انا برضو ما بحبش يعني في مقولة كده بتقول لك يعني ما تقارنش الصفحة الأولى بتاعت حد بالصفحة الـ30 بتاعت حد تاني. يعني أنا كنت لسه بكتب اسم، فوجودي في الدوري الممتاز في حد ذاته ده كان نجاح تمام، لان الطبيعي اغلبيه الفرق لما بتصعد من الممتاز بيه تقول لك لا
نجيب حارس تاني آه خلاص بقى احنا هنجيب مثلا ايه 3 4 حراس وهنجيب اوكي انا اتصنفت ساعتها ان انا هقعد لصبحي ما عنديش مشكله انا. طب انت بلغت ولا لا ما تبلغتش؟ هو عادي احنا اول ماتش ما نعرفش مين هيلعب. انا عايز اقول لك تقريبا كمان اول ماتش انا كنت بره يعني كمان يعني اول ما بدانا الدوري انا كنت جون ثالث تمام. بس خلاص ما فيش مشكله انت دلوقتي صنفتني جون ثالث ما عنديش مشكله في النقطه دي بقى خلاص انت دلوقتي حطيت نقطه انا بقى هسعى واصلح النقطه دي. فكان بالنسبه لي تصليح النقطه دي او ان انا متضايق او اي حاجه كنت بطلعها ان انا اتمرن كويس. تتمرن كويس هتجيلك الفرصه. هتيجي ازاي انا ما اعرفش. انت يعني انا هقول لك انا لو حد قال لي مثلا اللي فاركو تاني سنه هيتوقفوا قيد انا مش هصدق. هي يعني هتوقف قيد ايه؟ احنا صار لسه تعاضين. فاللي هو انا مثلا ايه خلاص انا بتعب وبجتهد وفنشت الدوري يعتبر لعبت اخر 5 ماتشات فالسنه خلصت وبفوجئنا اللي احنا ايه موقفين كوب. فهي جت من عند ربنا ما جاتش عندي. العلاقه بينك بقى وبين محمد صبحي كانت ايه؟ لا كويس. انا عايز اقول لك على حاجه اصلا يعني الكره رياضه حلو. فانا واحد من الناس ما عنديش مشكله مع اي حد حتى لو انت هتلعب عليا. ما انا دلوقتي انت هتلعب عليا اوكي انا لازم يعني انت عندك حاجه احسن مني او هم شايفين في حاجه احسن مني عندك فانا لازم اجيب الحاجه دي. لازم بقى هشوف ايه اللي خلاني رجعت خطوه واعمله عشان اخد الخطوه دي تاني لقدام. ف يعني زي ما قلت لك الكوره رياضه. انا ما بتضايقش من حد ما بزعلش من حد. انا عايز ابقى احسن وانا في الملعب عايز ابقى احسن منك. انت مش احسن مني في التمرين. انا احنا الاثنين بنتنافس على مركز واحد فانا بتمرن كويس لنفسي ما عنديش بقى مشكله. يعني انت مثلا حطيتني جون تاني انا هتمرن كويس. طلعتني بره انا هتمرن كويس. لا ما عنديش مشكله مع النقطه مش مع نقطه اللي انت يعني اللي انت متسامح في اللي انت قاعد وخلاص وراضي. لا انت ما بتبقاش راضي بس انت بتسعى ان انت تطلع من المكانه دي. فزميلك ده ملوش مشكله يعني انا زميلي ده ما فيش بيني وبينه مشكله. يعني من وجهه نظرك شايف ايه سبب اختلاف مستوى محمد صبحي فاركه عن الزمالك؟ محمد صبحي فاركه كان بيقدم مستويات هايله جدا في الزمالك مستواه انخفض. شايف ايه الاسباب؟ لا ما يعني انا ما اعرفش. انا هو معايا مثلا تقول لي هو بيتمرن كويس اقول لك هو بيتمرن كويس. هو مش معايا فانا مش احنا كنا زملاء وبعد كده هو راح نادي الزمالك فانا ما اعرفش ايه الكواليس اللي بتحصل ايه اللي بيحصل. هل الضغوطات اي حاجه من الحاجات دي انا ما اعرفش. ولا كنت تعرف خلال تواجده معاك في فاركو ان كان الاهلي بيفاوضه؟ لا هو ساعتها يعني احنا بنتعامل بشكل احترافي. انا دلوقتي في فاركو فانا بلعب في فاركو. فهو كنا احنا كمنظومه حراس مرمى كلنا بنتعامل من المبدا ده وهو كان موجود معانا بيتعامل من المبدا ده. انا في فاركو فانا ولاء الفاركو اخلص السنه بتاعت فاركو. بس يعني ما اتكلمتوش مع بعض في حوار او اتكلم معاك في حوار الاهلي؟ هو يعني ساعتها هو كان عامل سنه كويسه فاكيد كان جاي له انديه. لا يعني ما اتكلمش معاك اللي هو في الاهلي جاي. عايز اقول لك انا ما بتدخلش في الحاجات دي والله. يعني اغلبيه الحراس اللي لعبت معاهم هم كلهم زمايلي واخواتي ولو احتجت اي حد فيهم هكلمه في اي وقت. انا بقول لك انا شخصيه متسامحه في اللي انا انت كحارس زيك انت مع يعني ما فيش مشكله بيني وبينك. جاء مدرب قال لك انت اللي هتلعب فخلاص انا دلوقتي هتضايق منك انت ليه؟ بالعكس انت ربنا يكرمك وتعمل ماتش كويس وان شاء الله نكسب. انت هتكسب انا هستفاد والناس كلها تستفاد. انما ما عنديش مشكله معاك انت. ممكن يبقى مشكلتي مثلا مع مدير الفن مع المدرب ذات نفسه بس. واللي هي اللي انا اعرف او ما اعرفش يعني في حته الخصوصيات ما دخلش. يعني فاهم ممكن مثلا حد مش عايز يتكلم انت هتيجي تكلمني تقول لي 1 2 3 هقول لك خدت رايي في حاجه هقول لك تمام. ما خدتش رايي خلاص حاجه تخصك انت. ايه الاصعب بالنسبه لك مواجهه الاهلي ولا الزمالك؟ بس بتتكلم عن ناديين كبار جدا يعني في مصر فاكيد الماتشين زي بعض. انت بتلعب نادي بيلعب على بطوله ونادي تاني بيلعب على بطوله فلا ده عايز يفرط في الماتش ولا ده عايز يفرط في الماتش. فلا الماتشين بس هو بيبقى فيها متعه بقى جماهيريه اكتر يعني. يعني احنا في ماتشات دي بتبقى طبعا فيها حضور جماهيري كبير فهي متعتها اكبر من الكره في وجود الجماهير ذات نفسها. ما بتحسش مثلا ان في نادي تقدر ان انتوا تكسبوا يعني يبقى حظكم اعلى مثلا عن نادي عن التاني؟ لا ما دي بقى احصائيات انا ما انا ما اعرفش الاحصائيات دي هم يراجعوها ويشوفوا. انما لا يعني انا بالنسبه لي ببقى رايح الماتش ماتش صعب. انا بقى على حسب احنا كفرقه محتاجين ايه من الماتش ده دلوقتي. انت كده كده اوريدي بتروح كل ماتش عايز تكسب بس برضو الماتشات دي بيبقى ليها حسابات كتير يعني. فالماتشين لا بيبقوا صعبين يعني. احنا لعبنا الزمالك في ماتشات كتير ولعبنا الاهلي في ماتشات كتير. ممكن يكون احنا موفقين على الزمالك شويه مش كتير يعني. احنا ممكن كسبنا اول سنه لينا في كاس الرابطه
كنت انا بلعب برضو مع كابتن طارق العشري، كسبنا برضو الزمالك عندنا في اسكندريه، بس تقريبا بس يعني هم دول الماتشين، فحظنا كان كويس عليهم شويه يعني. بخلال مباراه الزمالك في استاد القاهره كان في لقطه ليد، انت رحت اخذت التيشيرت بتاعك واديته لحد جماهير نادي الزمالك، ايه سبب اللقطه دي اصلا؟ هو الماتش شغال، فانا لقيت حد من جماهير الزمالك كان معاه طفل كده صغير، فهو نادى عليا، عارف لو افتكرته بيندى على الشيكه الشيكه بعد فبصيت قال لي يا كابتن عايز تيشيرت. انت سمعت انا سواء كان بعيد، لا هو كان جا ورا الجون يعني، هو جه الطفل نفسه لا الطفل بباباه يعني، بابا جه وهو اللي قاعد ينادي. بس انت رحت شيكا التيشيرت في ما انا قلت له، انا قلت له بص هخلص الماتش وهجي لك هديه لك. قال لي ما تسرفش، قلت له لا يعني خلاص والله هديه لك يعني ما عنديش مشكله، هو التيشيرت في الاول في الاخر. فخلصت الماتش فهو قال لي انا مستنيك يعني، فرحت رايح اعطي له التيشيرت. دايما بيقولوا ان اي حد من نوبه يبقى الاقرب ليه الزمالك، شيكا زملكاوي ولا اهلاوي؟ يعني شيك انا؟ كده انت لا يعني انا فرقاوي يعتبر. فرقاوي. بعد فرقاوي بتميل لمين؟ بميل لمين؟ انا بقول لك بعدين بقى، انا خلاص بقول لك لا بقول مش عايزك تقول لي بعدين، عايزك تقول لي دلوقتي يعني. خلينا فرقوا. لو شيكا جاله عرض من الاهلي والزمالك الاثنين جولك كده دلوقتي، اختار مين؟ الانسب ليا في اللي انا ابقى موجود يعني، زي مثلا انا دلوقتي هروح الاهلي وفرصتي في اللي انا ابقى موجود في السكواد ذات نفسه، اللي انا هبقى هاخد فرصه وكبيره فهروح الاهلي. لو فرصتي في السكواد بتاع الزمالك اللي انا هروح واخد فرصه وابقى موجود فهروح الزمالك. هي الحاجات دي متعلقه اكتر يعني الانتماء. انت في النادي اكيد انت هتبقى مايل اللي انت نفسك تروح، اللي هو مين؟ انا مش هقول لك عليه. فالنادي ده انت مثلا نفسك تروح النادي ده، بس فرصتي في ان انا ابقى موجود في النادي ده كلاعب بروفيشنال هفيد الفرقه هفيد نفسي مش كبيره، او ممكن نقول بعيده. فلا انا ممكن اروح نادي هيساعدني وهساعد النادي. بمناسبه انك من النوبه، بصراحه بقى جماهير اكتر من اللي بيشجع الاهلي او الزمالك، الاكتر ايه؟ لا انا اقول الزمالك هناك كتير جدا يعني، جماهير الزمالك هناك كتير جدا. خصوصا كمان اللي في لعيبه يعتبروا مثلوا منتخب مصر اغلبيتهم نوبيين يعني، كابتن احمد الكاس طبعا، كابتن عبد الستار، كابتن شيكابالا الكبير والصغير، الصغير هو اللي مثل منتخب مصر. فلا في وجود جماهيري هناك كويس جدا قوي يعني للزمالك. وطبعا خلينا برضه نتكلم على اهل النوبه مثلا هناك يعني، مش محتاجين ان احنا نشكر فيهم طبعا الناس. كان في نادي هناك اسمه غرب سهيل، النادي ده كان جات فتره كان هيصعد، ده من الانديه اللي انا كنت اتمنى انها تصعد دوري ممتاز. طبعا اللي يبقى موجود نادي باسم النوبه ويوصل لمرحله دوري ممتاز ده حاجه جميله جدا يعني، وانا بحب اشكرهم لان انا بلاقي منهم دعم كبير جدا، النوبيين عموما في اي مكان يعني، دي حقيقه. فانا بلاقيهم على طول سبورت في كل حاجه بتحصل، خصوصا ببقى ربنا كرمني وماشي كويس جدا، بلاقي ناس ما اعرفهاش بيكلموك بس مجرد ان انت شخص نوبي وان انت يعني فخلصت النوبه بقى لازم خلاص الناس يعني، الناس دي ليهم معزه جدا، معزه كبيره قوي يعني في قلبي يعني. فانا بحب اشكرهم طبعا على كل حاجه هم بيعملوها ليا. من وجهه نظرك حارس مصر الاول مين في الوقت الحالي؟ في الوقت الحالي محمد الشناوي. شايف ان المنافسه بين محمد الشناوي واي حارس صعبه؟ اللي بيعلي اسم لعيب او حارس مرمى او اي حاجه هي استمراريه النجاح. فالنادي الاهلي استمراريه النجاح فيه كبيره يعني، هو بياخد بطوله بيطلع ياخد بطوله تانية يطلع ياخد بطوله، استمراريتك في البطولات او في التوب دايما والليفل ده هيساعد اي حد لو بقى كويس، بجانب طبعا ان هو كابتن محمد الشناوي عامل معاهم سنين جامده جدا يعني، فدي بتحطك في مكانه تانية. فهي دي النقطة يعني بالنسبة لي بيبقى الفيصل. انت شايف لو محمد الشناوي في نادي تاني غير الاهلي ما كانش هيبقى حارس مصر الاول؟ كان هيبقى حارس كبير، بس ممكن الظروف ما كانتش تساعده ان هو يبقى حارس مصر الاول. كابتن محمد الشناوي كان موجود في بتروجيت، هل ساعتها بتروجيت ساعدت كابتن محمد الشناوي اللي هو يبقى موجود في المنتخب وموجود في الليفل ده؟ فتقريبا الاجابة اكيد لا يعني، وجودك في منظومة ناجحة ودايما في توب ليفل يعني، ف
بيأثر عليك حاجات كتير طبعا، بجانب اللي انت اكيد اكيد انت وجودك في المنظومة دي مش جاي من فراغ، يعني انت عشان تبقى موجود في المنظومة دي فانت يعني بتعمل حاجات ممكن الناس ما تتخيلهاش، يعني ان انت مثلا شخص مش ممكن يكون معدل نومك بحساب، معدل اكلك بحساب، كل حاجة بتعملها بحساب، دايما بتتمرن، تطلع من التمرين ده تريح شوية وتطلع على تمرين تاني، حاجات كتيرة في الكواليس الناس كتير ما تعرفهاش للي انت توصل للمرحلة دي. هنلعب كده لعبة صغيرة، شيكا لو حب ان هو يكون عنده سرعة رد الفعل من حارس تاني في الدوري المصري يكون مين؟ عواد. شيكا في ضربات الجزاء جنش. مين يلعب برجليه افضل؟ الهاني. الهاني سليمان. ده بيضيع وقت ايه كتير جدا. لا بس هو هاني ممكن تلعبه فيرود. فيرود؟ ممكن تلعبه فيرود او بلاي ميكر، هيوصل لك الفرقة على طول. طيب حارس يكون التراي بتاعه افضل؟ لا ده انا. انت لا خدت انت ميزه. لا حلوه دي، كنا مبسوطين جدا بوجودك معانا يا شيكا النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتك. انا مبسوط جدا بوجودي معاكم، وان شاء الله تتكرر مره تانية ان شاء الله المره الجايه بقى، ان شاء الله وانت رايح المنتخب او رايح اهلي بيلك بالترينج. انا ان شاء الله ان شاء الله حبيبي. وبكده نكون وصلنا نهايه حلقتنا النهارده، تزورونا في حلقه تانية. سلام.